السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، احنا هناخد القسمة بس على كسور عشرية. ما تخافش وابدأ معايا وقوي قلبك. يلا يا جميل، بيقول اوجد ناتج 100. كام يا جميل؟ 28 من 100 على 8 من 10. اولا ده كسر 10، وهنا برضو كسر 10. طب ينفع اقسم كسر 10 على كسر 10؟ هو هيقول لا، بس في حاجة ما ينفعش يكون المقسوم عليه في علامة 10 او كسر، يبقى لازم اعمل ايه؟ احول العدد صحيح، يعني اضربها في 10، يعني احرك العلامة خطوة لليمين زي ما عملت هنا، هعمل خطوة لليمين. بقت المسألة كام؟ 2.8 على التمن. عايزين نقسم، هستخدم الخوارزمية المعيارية. طيب يلا اعمل ايه؟ اللي جوه اللي هنا المقسوم اللي هو 2.8، المقسوم عليه كام؟ التمن. بقسم من الشمال 2 على 8، 2 اهم، 2 يعني هم قلمين، اديهم لتمن. اطفال ما ينفعش، احفظ الخانة بصفر، لقيت البوينت اطلع بيه فوق. بقت قدام عيني كام؟ 28 على 8، لا مش نافع. طب فكر، 27، لا يا مس، 26، لا 25، لا 24، 24 على 8 فيها التلات، 3 في 8 ب24. اطرح كأني مش شايفة العلامة، 8 ناقص 4، 4، 2 ناقص 2 0، ما ينفعش تبقى كده. احط 0 واخده وانزل، بقيت كام؟ 40 على 8 فيها الخمسة. ارجع اضرب، 5 في 8 ب40، اهي 0 ناقص 0 0 0، يبقى الاجابة كام؟ 35 جزء من 100. لازم تحاول تخلص المسألة. طب واحدة تاني؟ حاضر، كمان. يلا يا جميل، أوجد ناتج 100. هنا مكتوب كام؟ 99 على 4 من 10، ده عدد صحيح وده كسر، ما ينفعش أقسم على كسر، فهضرب في 10، يعني حرك العلامة خطوة لقدام. هنا مفيش علامة، أعوض عنها بصفر، تصبح المسألة 990 على 4. طب انا هستخدم القسمة، جميل اهي، يا ترى اكتب جوه هنا ايه؟ المقسوم اللي هو 990 على كام؟ 4. ده رقم بسيط وسهل، 4، يبقى مش مستاهل مني حاجة. 9 على 4 ما تنفعش تبقى 8، 8 على 4 فيها الاتنين. برجع اضرب، 2 في 4 ب8، اطرح اهو، 9 ناقص 8 1، مين اللي عليه الدور ينزل؟ 9، حلو قوي، 19 على 4، لا مش نافع، 18، لا 17، لا 16، 16 على 4 فيها الاربعة، برافو، 4 في 4 ب16، اطرح، يبقى هنا كام؟ 3. مين اللي عليه الدور ينزل؟ الصفر، ما انا ماشية بالترتيب، 30 على 4، لا يا مس، 29، 28، افتكر فكرت فيها، 7، 7 في 4 ب28، ما اجي اطرح 30 ناقص 28 2، ما خلصتش. احط بوينت واطلع بيه فوق واكتب صفر واخد الصفر وانا نازله، تبقى 20 على 4 فيها الخمسة، 5 في 4 ب20، يبقى الإجابة كام؟ 247.5. طب ناخد واحدة كمان؟ حاضر، ناخد واحدة كمان، المرة دي من رقمي. يلا يا جميل، اتفقنا لا يمكن ان نقسم على ايه؟ على 10.
يعني اضرب في 10 عشان احرك العلامة خطوة لليمين، وهنا برضو خطوة لليمين، فتصبح المسألة ايه؟ 2 6 4 على 22. استخدم بقى ايه؟ الخوارزمية المعيارية. يلا، من جوه 264 ده المقسوم، من المقسوم عليه 22، دول ايه؟ عدد مكون من حاجتين او رقمين، اكتب الجدول عشان يسهل عليا الامور. 22 في 1 ب 22، 22 في 2 44، اصلها سهل، 22 في 3 66، 22 في 4 88، 22 في 5 اقف بقى، 2 في 5 ب 10 صفر، ومعايا 2 في 5 ب 10 1 11، اقف كده وابتدي اشوف نفسي هنا كام؟ 26، ما انا باخد رقمين مع رقم على 22، فيها ايه؟ الواحد، لان اقرب حاجه ليها ايه؟ صح؟ تمام. يبقى اسكت؟ لا، بضرب 1 في 22 ب 22. اطرح يا جميل. 6 ناقص 2 4، 2 ناقص 2 0، مين اللي عليه الدور؟ الاربعة تنزل، بقت 44. يا ميسي دي سهلة، ايه موجودة؟ صح. يبقى فيها كام يا جميل؟ الاتنين، 2 في 22 ب 44، اطرح يبقى 0 0، يبقى الناتج كام؟ 12. بكده يبقى انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى ان تكون فهمت كويس جدا معنى الاسم على كسر عشي، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله.